ومعنا هاتفيا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد ركن خليل الطائي. مرحبا بك. إذا غارات جوية من القوات الحكومية في العراق على مواقع لتنظيم الدولة في الحسكة السورية، كيف تقرأ هذه الغارات؟ حياك الله أخي أستاذ نصير. وحياك أخي، هذه الضربة الجوية اللي نفذتها الطائرات العراقية اليوم وأيضا اللي سبقتها يوم 19 نيسان أبريل الماضي هي ذات غايات انتخابية أكثر من كونها ميدانية، ولعدة أسباب عسكرية أهمها أنه ما هو التأثير العملياتي لهكذا عملية جوية تفتقد لإدامة الجهد الجوي لغرض تدمير الهدف، علما أن الهدف اللي تم استهدافه اليوم ويوم 19 نيسان هو هدف يقع ضمن منطقة عمليات ساخنة. هذا من جانب. من جانب آخر، ما قيمة هكذا مهمة جوية أمام الضربات الجوية والمهام المستمرة ومنذ سنوات من قبل أمريكا وفرنسا وروسيا ناهيك عن القصف الصاروخي، واليوم أيضا دخلت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان لتشارك بهذا القصف الكبير. أضف إلى ذلك هكذا مهام جوية بالدرجة الأساس تكون هي عملية استخبارية بحتة، ونحن نعرف جميعنا أنه العراق غير مؤهل لتحصيل هكذا معلومات استخبارية، فالمعلومة الاستخبارية يعتمد بالدرجة الأساس على ما تأتي من أمريكا، وأمريكا هي أصلا متواجدة في الميدان السوري، فلماذا يحتاج العراق؟ إذن هي عملية يوظفها العباد بغرض دعم عملته الانتخابية، كما يوظفها الجانب الآخر أبو مهدي المهندس عندما قال كان في حزام بغداد 20 مسلح واليوم أصبحوا 100 مسلح، وهي رسالة تهديد ووعيد لمناطق حزام بغداد. الجميع يوظف المهام الميدانية لغرض الحملات الانتخابية. إذن هي لغرض الحملات الانتخابية كما أشرتم، ولكن لابد أن يكون لهذه الضربة يعني تنسيق حتى ربما إقليمي. مع من نسق العبادي برأيك؟ أخي العبادي اليوم مدعوم بالدرجة الأساس من قبل أمريكا، ولذلك أمريكا هي من أعطته الضوء الأخضر بتنفيذ هذين الضربتين الجوية يوم 19 واليوم. فلذلك لغرض ترجيح كفة العبادة الانتخابية، أمريكا اليوم تحاول أن تجعل منه القائد العسكري الضروري في هذه المرحلة لغرض مجابهة ومنتجات الحشد التي تدفع بهم إيران والتلويح بأنه لا يزال خطر تنظيم الدولة موجود، وهذا الجميع يدفع بمرشحين والضحية السوريين والعراق إلى الجانبين. لذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان اتهم حكومة العبادي بالتورط بقتل 30 مدنيا في الحسكة هذا الشهر الماضي. هذا التصريح، كيف ترى التخطيط للعملية بعد هذه الخسائر في المدنيين؟ أخي لا يوجد تخطيط، كما حدثت مجازر في الموصل وبيت والأنبار وغيرها، هذه العملية مكملة لاجتثاث أهلنا السوريين في الحدكة والبوكمال وغيرها. العمليات السابقة جميعها لم تبنى على معلومات فريق، بل بنيت على تجريد الأرض وهو سياسة الأرض المحروقة. وفي هكذا عمليات يتم نقل هذه الكتلة النارية من العشاد ورميها على أهداف سواء تكون مدنية أو غير مدنية، لذلك ليست تكون معلومة استخبارية وراح ضحية أهلنا في سوريا. هل تعتقد أن هناك علاقة بين هذه الغارات الأخيرة التي نفذتها القوات الحكومية وبين تصريح قائد قوات التحالف الدولي بأن أعدادا قليلة من قواتها ستغادر العراق؟ أخي سواء أمريكا أو نيوزيلندا أو أستراليا أو الآخرين جميعهم جاءوا لإدامة الاحتلال، والجميع يوظف ملفات عديدة بحسب الوقت والمكان، ولذلك شاهدنا التصريح الأخير للأمين العام لحزب الناتو عندما قال أن رحيل القوات العسكرية للتحالف الدولي من العراق هو أمر خطير لأننا قد نضطر للعودة للعمليات القتالية مرة أخرى. إذن هم يتواجدون دوما في العراق غرب الاحتلال، وواهب من يتوقف رحيلهم، وعليه فإن رحيل القوات الأجنبية سواء أمريكية نيوزيلندية غيرها مختلف تسمياتها أمر مستحيل ومن ضرب الخيال، ولكن تختلف بتوظيف الملفات كل ضمن منطقته او ضمن الفتره الزمنيه اللي يخدم بقاء هذه القوات.
شكرا جزيلا لك من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية سيد العميد ركن خليل الطائي.